مش عايز في الحرب. انا ما بحبش اشارك في مهزله. ايه؟ ما بحبش اشارك في مهزله، فما بحبش اخش في مهزله. انا قلت رايي ووصل للنادي، النادي شاف راي تاني او مجلس اداره شاف راي تاني يحترم، انما ما تديش شرعيه لمهزله. اوعى تدي شرعيه لمهزله، فاللي حصل مهزله وللاسف الاهلي يساق اليه. انا قلت رايي واسف للساده المشاهدين ان انا قلت رايي في مجال مش مجاله، انما انا احب ان الاهلي يبقى قوي، احب الاهلي يبقى مميز، مؤسسه تغير الغلط. كابتن صالح سليم الله يرحمه قطع المسابقات الافريقيه، شكلها اتغير بعدها، اخسرنا القاب بس المسابقه والقاره كسبت. الموضوع خاص بمركز وقوه النادي الاهلي. الاهلي قوي ببطولاته وبمبادئه وبالمواقف بتاعته بس.